السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، عايز اسأل حضرتك 3 أسئلة. سلي. حضرتك، انا معقود عليا، وزوجي حلف عليا حلفانين طلاق في مرضين متفرقتين، تمام؟ انت طالق ولا ايه بالضبط؟ ايه اللفظ؟ قال عليا الطلاق. علي الطلاق يكفر كفارة يمين. بس كنت بفعل الفعل ده بس ناسية، كنت ناسية. خلاص، المهم يكفر كفارة يمين وخلاص. طيب، هل انا علي اسم يا شيخ مصطفى رغم ان انا عرفت ان رأي الجمهور مخالف؟ لا، ما انا قسمتك، اقسم نفسي انا،